إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين طفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب عندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد شر ومآب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما
الشر ومآب جهنم يصلونها فبئس المهاد السماوات والأرض
ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أرواه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله العلي العظيم.